بمناسبة عيد العمال كان لابد من أنه ننزل على مجلس النواب لنسأل النواب حول اليوم، هل يكفي معاش النائب؟ لا أكيد ما بيكفي، وبعد يعني بعتقد بمستوى الإدارة يمكن من أقل الرواتب صار اليوم أو المخصصات بالأحرى، لأنه هو مش راتب هو مخصص. قد ايه صرتوا بتقبضوا اليوم؟ يمكن ما بعتقد بال 400-500 مش أكتر يعني. كنا عم نسأل كذا حدا من النواب يبدو مش كتير عارفين الرقم دقيق، ولأنه بالضبط هلا يمكن صار 600 مش أكتر أكيد يعني. زادوا لكم 100 دولار يعني مثل بعضها، يمكن قد يكفي للبنزين أو ما بدي. أنا بعتمد على معاش النايب وبعتمد على جوزي الله يخلي لي إياه، هو اللي بيساعدني. دخولي الأساسي هو من مهنتي كمحامي. عم بيكون معك وقت تشتغل؟ لا خف كتير الوقت، إنما الإمكانيات اللي اليوم عندي إياها هي من يلي قبل قدرت أشتغل وأمنه. المعاش نفسه ما بيأدي لأنه أنا بطلع وبنزل بقى اليوم بس، ولكن راحوا يعني بنزين أكيد راحوا بنزين بس، ولكن في مثلنا كتير وبعتقد بده واحد قد ما في يسر الأمور. منعرف نحن بس يصير معاش واحد 2000-3000 دولار بيصير هيك يتنعنش أكتر وتصير هيك يصير أكله معظمه برا. صدق أنا بعرفش لأني عامل تفويض لمدامتي. المدام هي بتقبض، هي بتعرف كل شيء. صحيح بس بعرف انه لا يكفي. اكيد لا يكفي، سو بتعتمد على عملك. انا طبيب اكيد. ايه اكيد هو المدخول الاساسي. لا عايش من مهنتي انا اكيد، مش اكيد. ايه اكيد. حضرتك الى جانبك مرافقين وحراس اليوم؟ معي شباب امن الدوله، ما في غيرهم. ايه. هل يتم تخصيص لهم مخصصات؟ لا بياخذوا رواتب من الدوله كمان. ايه اكيد. ايه اكيد، انه في احزاب بتعطي معاشات في اشخاص غير قادرين. يا ريت عندنا الحزب مفلس هالايام. ما عطيوني أمن الدولة أبداً ولا حارس. صار لي من عيد الميلاد عم جرب قلهم أنه أنا تعرضت لحادث وبدي ناس من الأمن الدولي يوقفوا معي على القليل نهارين بالجمعة بعد لحد هلأ. قال ما لقيوا حداً. المرافقين تبعنا هن جزء من أمن الدولة وجزء من الحزب. قادرين كيف بدنا نقدر نساعده؟ في البعض مقتدر، واللي مقتدر المفترض انه يوفي بحق هذه الفئه. اي شخص بده يشتغل معك بده يعني حد ادنى من النقليات، من كل هالامور يلي هي امور عم يدفعها لانه موجود معك وعم بيساعدك. معك في عندك مرافق؟ لا ما عنديش حدا. لا 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 ما عندي حدا، انا لوحدي ومبسوط قد ما في الحمد لله رب العالمين. فانت بدك تسالي باقي النواب يلي ماشي مع الرفقين كيف يشتغلوا معهم كيف يتعاملوا معهم. انا لوحدي.